الا احتجيت في وسط القاعه وفكرت معناها بال بال معناتها بالحاجات المريره اللي تعدينا بها مع الوزير هذايا اللي انا كنت من القليل اللي رحبوا معناها بوجوده في وزاره الثقافه، من احداث العبدليه والاعتداء على سينما افريكار وتقديم معناها عدد كبير من الفنانين من مختلف الفنون اللي تقدموا للمحاكمات. فخرجوني وبالعنف هذا معناها ثم شهود عليه. خرجت لبرا ومعناتها وفي بالي الموضوع باش ينتهي، فهمتني؟ لكن ثم شكون معناتها من الناس اللي معاه في وسط القاعه حتى خرجوا وسبوني. فمن بعد معناتها كما تعرفوا انتم اللي صار، انا حاولت اني نكمل نتكلم معاه ومن حقي معناها اني نفكر في الشيء اللي عامله. فمعناتها ما عاودوا طردوني، فمشيت معناتها للعطار وجبت العظمه وكهو هذا ومعناه وضربته بالعظمه. تخيل انت معناها السيد هذا اللي في حكومه الرش، السيد هذا معناها اللي في حكومه متوا فيها مواطنين وجنود ومناضلين وزعماء وطنيين وغيره، شبهني معناها في قناة حنا بعل، قال هذا يذكرني بالقذقاذي. تخيل انت ضربته بعظمة تحولت الى ارهابي. معناها وقت اللي ضربته بعظمة ثم ناس في العالم ضربوا وزراء والا رؤساء دول بالقاتو الا بالعظم ولا بالفارينة ولا غيره، هذا معناها ما تنجمش تسميه عنف، هذا احتجاج. واشكال الاحتجاج تتعدد. معناها اولا السيد هذا ما هوش وزير، هو منتحل صفة وزير، هذا مثل بقية الوزراء. راو انا مانيش قاعد نتكلم على مهدي مبروك المثقف والجامعي والاكاديمي، هذا حتى حد ما نجم يشكك فيه، لا انا ولا غيري، لكن وزير مش وزير. والحكومة هذية انا واحد من هالشعب هذا اللي اعتبرها عنده مدة طويلة اشهر انها ما ثماش وغير شرعية وما عادش وزراء. وانا راني مانيش سياسي اصلا، انا فلاق، انا قررت اني نولي فلاق، انا ومجموعه كبيره من الشباب هذايا اللي فيهم اللي في خناقتونا او في حركات شبابيه اخرى. انا ماذا بيا الشباب اللي موجود هذا هو رسمي البلاد اليوم، ماذا بيا يكونوا موجودين. القضيه قضيتنا الناس الكل، ما هيش قضيه فنانين. راهو ثم شكون تويك يحب يحولها كاين القضيه قضيه فنان ينتقم من وزير ثقافه، هذا ما هو الا كالكعبه نتاع الديمين وفي وسط الحكومه هذه اللي الكل يلزمها تطيح. الكل يلزمنا بالعظم وكيلزم بحقوق الهريسه وكيلزم بالبصل معناها، اما الحكومه هذه اللي يلزمها تغادرنا في اقرب وقت. انا ادعو الشباب انه معناتها يكون موجود معناها في حمله ارحل الكل، يكون موجود بكثافه وبعدد كبير برشا لانه الامر يعنينا الناس الكل. ويوم تسليم روحي ماذا بيا نشوف جميع اصحابي سواء من الفنانين او المثقفين او من الشباب نتاع الكوره، شباب الفيراج، الطلبه، التلاميذ، البطاله زاده خاصه البطاله، ماذا بيا الناس الكل يكونوا موجودين بكثافه في نهارتها.